دبينا على الأرض ومشينا في ملك الله، ضحكة من تحتها لابدا عيون الله، يوم فوق ويوم تحت، يوم صحبة ويوم غربة، تنظر على اللي معاك بكرة ولا تلقى، والليل طويل البال ولا يعبر حد، يجرت في الموال ويداري لون الورد، الليل طويل البال ولا يعبر حد، يجرت في الموال ويداري لون الورد، والراجل الحر ما يقلش ولا يقولك، لو قضى ليله بيتونس بيحس بوكا، حس بكاء أحلى ما في الفرحة بتنسي الكبير السن، وأحلى ما في الحزن كل الحكمة تجي منه، أحلى ما في الفرحة بتنسي الكبير حكمة تجي منه، وطالع عين الجبل زي اللي نازلينه، واللي مفارق يهش الغربة كفاني، واللي مفارق يهش الغربة كفاني، واللي طويل البال ولا يعبر حد، يجرت في الموال ويداري له أنا غلقان يا نافع، ده بيت حسان وسرقته مش حاجة هينة ولا ممكن هتعدي بالسهل. جمد قلبك يا كبير، واحنا هنسرقه معزة ولا خروف؟ احنا هندور على تحويشة العمر، فلوس أو ذهب، ودي حاجة ما يعرفهاش إلا صاحبها، وممكن يكذبوه فيها. تحويشة العمر ده هنعرفوها كيف يا فالح؟ هيكون داسسها وين؟ في الفرن ولا تحت الأرض؟ بيت الكبير في أمان، والأمان بيخلي صاحبه ما ياخدش إخواني ويحط فلوسه في أي مطرح. وبيت الكبير ده هندخله كيف؟ هنكسروا الباب؟ خطر، لو حد شافنا هتبقى مشكلة. لو فتحه سهل يبقى ما فيش مشكلة، بس الأحسن ندخل من السطح وما نسيبش أي أثر. الله ينور عليك، ندخله من السطح عشان يشك في أهله وناسه ودماغه
ما تحدفش ناحيتنا خالص. ربنا يستر ما تجلكش انت. بس لو اتمسكنا نافع تبقى فضحتنا بجلاجل وهنتعاروا بها العمر كله، وساعتها مش هيكفيني فيها قتلك يا وش الفقر انت. يلا على مهلك. ناويني السلاح يا ريس، على مهلك. يد صوتك لا يكون فايتين زرزور يحرس المطرح. قول لي هذا يا فالح، هندوره فين دلوق؟ لو انت مطرح حسان وعنديك ذهبات وفلوس هدسهم فين من غير ما حد يدرى؟ لو انا مطرح حسان وعندي فلوس وذهبات ما هدسهمش في البيت من اصله، هحطهم جوا نخلة ولا ادفنهم في بطن الجبل. لكن حسان هيدسهم في الدولاب او بالكثير تحت السرير. قطه هيتعالي. راهنك من غير ما ندعبس هنا ولا هنا شايل الفلوس في الصندوق ده. طب ما ناخدوا الصندوق هلا بيلا ونبعدوا بيه بعيد عن هنا. اجدعم يعني، مش نطمن الاول؟ يا ابو ده تجري الرصيد. لفني العتب هكسر القفل. خد يا دي هدوء. ايه ده؟ يا ملجرون. يلا يلا حبي حبي بصوتك حبي. يلا 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 بسرعة. ايه الكتاب الاسود ده؟ انت انا عارف ان انا بعرف اقرا واكتب، ما انا زيك حمار. ما يمكن كاتب عدد الفلوس اللي احنا بنسرقها. طب خلاص فتوله خليت طمر رجل حاجه ما تروح. يلا يلا خد خد من جيتك. It will be a bad surprise for him when he awakes there. Absolutely not. It will be a good one. Because he wants to be with us. خد بالك يا دياب، أي غدر منك هروح لحساني وأقول له وهتبقى مجزرة. كأنك عبيط ولا إيه؟ خبر إيه يا نافع؟ ده أنت اللي دسيت الفلوس بيدك تحت النخلة، يعني أنا اللي مأمن لك مش أنت اللي مأمن لي. وبعدين أنا لو في نيتي غادر ما كنت قتلتك وخلصت. تقتل ولد عمك يا دياب؟ يكون في علمك. مرتي وعيالي عارفين إني سهراني معاك، يعني لو ما عودتش تبقى أنت اللي عملتها. يا بو يا بو يا ده أنت لو اتقتلت أنا اللي ملزوم ناخد بطارك. يبقى نقتلك كيف يا ولد عمي؟ يلا بينا دلوقتي نطلع على منظرة الكبير ونبيته على المصطبة لغاية الصبح عشان نحبكوها قدام الكل. والله هنتنغنغ يا كبير، فلوس كتير قوي تغنينا العمر كله. بطل رط في الكلام يا فجري، ياما الموضوع يتم على خير.
عشان الموضوع ده لو اتكشف هتضيع فيه رجاب كتير. عشان كده عايزك تخلص خالص، تقطع لسانك فهمني، واول ما نوصل البيت هنديك قرشين تصرف منهم عشان ما تتسرعش على الفلوس. بس بقول لك ايه، تصرف بالعقل عشان ما يقولوش جبت الفلوس دي من وين. يلا بينا قبل النهار ما يشكشك علينا. يلا يلا. يا حزن ابوي اهدي يا خواجه، حريم قعدك دي من غير لا حياه ولا خشه. شفت بقى راحت عليك نومه في القطر جت بفايده ازاي؟ لو ايه جت بعد ما مسكت صحتي. تحب نقعد ونشرب حاجه وتتفرج براحتك؟ نقعد قوي قوي يا خواجه. اه ده واتفرج كمان. يا سلام وانا طول. او فرصه برضو نكمل كلامنا في الجو الجميل ده. امي خواجة، أنا قلبي قلقان منك، حاسس إنك حفر لي حفرة علشان الحكومة تقبض عليا وأنا معيش الطاقة. بسيطة يا حبيبي، نعمل لك كارنيه تبعنا تمشي بيه وأنت مطمن. كارنيه يعني إيه؟ كيف البطاقة دي؟ مظبوط، لو قبضوا عليك وشافوا الكارنيه معاك هيتصلوا بينا في المؤسسة يقولوا لنا الراجل ده تبعكم، نقول لهم تبعنا يسيبوك على طول. أحبك يا خواجة، أحبك يا خواجة. يا سلام يا سلام يا أولاد. حكمان يا خواجة، لما بنزل البندر بحس إن أنا قلبي وقع في رجلي. بس لازم تقعد هنا يوم أو تجينا يوم تاني عشان تستلم الكارنيه. يوم إيه؟ قول اتنين تلاتة عشرة، المهم إن ناخد البطاقة. بسيطة قوي، يبقى أنت كده ضيفي وطلباتك كلها مجابة. هفسحك وهبسطك، وهو بالمرة برضو هيبقى فيه شغل كبير قوي بيننا. تعرف يا خواجة؟ اه. أنا أول ما شفتك قلبي ارتاح لك. وأنا كمان. شنطك سبقتك. صح جوزك يا نفيسة يفطر. يا دياب. دياب. هو مشرب. يا وي. احنا نمنا هنا ولا ايه؟ انا وعيت لكم في الفجر لقيتكم نايمين. نافع يا نافع، ما تقوم يا راجل. الحقني يا دياب. نافع جسمه بارد ليه؟ ايه مالك؟ نافع 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 يا نافع، هتلاقيه نايم. نافع قوم. نافع مات. جوزي مات يا دياب. بس يا مرة فجرة ما تفوليش عليه. جوزي مات. ما كان زي الفل. وعي يا دياب، وعي ربته يا دياب. زرقة كيف؟ ايه ده؟ دي قرصة حنش اسنانه معلمة. ها نافع 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 نافع، رد عليها يا واد عمي. يعني يا دياب جوزي مات؟ محدش قدر ينجده؟ اخصى عليك يا دياب. بس يا مرة ما خدتش ليه يا دياب؟ يا مرة شوقي يا واد عمي. يا بوي دي قرصة حنش. بس اتحنش بقية في حياتكم. لا 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 يا حزني يا نفيسة، يا حزني يا نفيسة يا نجوم. يا نفيسة 94 95 عديات 96 شيء. يا حسان اكديه حقك تمام. اكديه صح، دي حاجة ما تزعلش. سلم واستلم، أنا لا أحب العقود ولا الشكل. أوامرك يا ريس حسان. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة. مع السلامة. مع السلامة. هم هم أنت وهو، يلا همه. هم يلا يلا يلا. مع السلامة مع السلامة.
السلام عليكم يا كبير. وعليكم السلام. خبر ايه يا محروس؟ مالك مسروع على ايه؟ نافع البنداري مات من شويه. لا حول ولا قوه الا بالله، ده عنده عيال صغيرين. مات كيف؟ ده كان بصحته وعافيته. بيقولوا كان بايت مع دياب قدام بيت همام وجرسه حنش. ودياب ما سعفوش ليه؟ ولا ما سمعش صريخه؟ روح انت روح. فوتك من دياب يا كبير، خلينا في نافع، نافع ما جراش ليه على اي بيت ينجده، يموت كده من سكات. لاقيهم كانوا متولين واخدين مخدرات ومش دارين باللي بيجرى حواليهم. بقول لك ايه، المهم لما الرجال عشان نروح نحضر العزاء والجنازه. يلا مش واجب برضه يا كبير نبعت لعياله شغل غله؟ ايوه واجب برضه. خلاص حمل الرجاله والعربيات ونعود على النجا، وهناك تبقى العربيات تحمل الحريم علشان تعزي نفسها. حاضر يلا يلا. لا حول ولا قوه الا بالله. يا حلاوة يا أولاد، إيه القمر ده؟ إيه القمر ده؟ إيه الحلاوة دي؟ طيب قولي بحبك يا همام. بحبك يا همام. إيه بحبك يا همام، وأنت كمان قولي. جرس. مين دي؟ أوت. بحبك يا همام. قولي بحبك يا همام. مالهم دول؟ في خواجة رايحين فين؟ تعالوا هنا. تعال انت سبتانين ليه؟ تعالوا. الخواجة فيها ونزعتهم ولا ايه؟ لا لا ما تقلقش، اقعد اقعد. يا حلاوة يا اولاد، كاني عايش في الجنة صح. يا سلام، وخصوصا يا خواجة بعد البرشامة اللي انت اعطيتها لي. صاحبك كان بيضحك عليك يا همام، فيتامين سي. صاحبي عمره ما ضحك عليا يا خواجة. صاحبي كان بيقول لي ان هو زي ما بتقولك ده علاج للبرد. بس تعرف يا خواجة، وكتاب الله كان بتجيب معايا نتيجة. اسمع بقى لما أقول لك بقى. إيه؟ طب استنى، قول. أنا عندي عقل واحد. أيوه. بالطريقة دي لو استمريت معاك هخسره. همام، سؤال تجاوبني عليه بجد. أنت عايز تشتغل معايا ولا لأ؟ أنا عايز أشتغل معاك يا خواجة وكل حاجة، بس يعني كنت برضك عايز أسمع كلام صاحبي وحبيبي مناع لما قال لي نبطل زراعة الحشيش. ما عادش يجيب همه يا خواجة. عشان كده كان بياخد المكسب لنفسه وبيضحك عليكم، وبقى غني وعنده أراضي ومصانع وانتوا لا. خلاص يا خواجة، قول لي مناع كان بيبيع لك طن الحشيش بكام، وانا اعرف ساعتها ان كان بيسرقني ولا لا. هاي الفريمان، بالشكل ده همام ومناع مش هيرجعوا اصدقاء ابدا تاني. اسمع فريمان، انا عارف انك مالكش في سكة المخدرات، ولكن انت اللي هتوجه همام، لانه مش هيثق في اي حد تاني غيرك. اوكي، هبعت لك لوجاني وهيساعده انه يعمل اي حاجه انت تقول عليها. رايت باي. ايه يا مناع، عايز تعمل مصلح اقتصادي؟ انا هخليك تستحق جايزه بني للدمار الشامل. الو، ايه ده خواجة؟ ايه ده؟ انت فاكرني ما اعرفش استقرا ولا ايه؟ كتبني بقول انفار يا خواجة؟ لا يا خواجة، انا عندي سجن ولا ان انا كتب بقول انفار. ايه ده ايه ده بس؟ انت لو رحت الحكومة دلوقتي عشان تطلع بطاقة، عايزهم يكتبوا لك ايه في خانة الوظيفة؟ مدير عام؟ اكتبوا ان انا رجل اعمال، اكتبوا ان انا من الاعيان، اكتبوا اني كبير عيل يا خواجة، بس ما تكتبونيش بقول انفار. ده كارنيه مؤسسة يا همام، واحنا ما عديناش وظيفه تناسبك وتامن لك حريه الحركه الا الوظيفه دي. ماشي يا خواجه، ما نشوف اخرتها. هدريها من العيله عشان لو حد شافها ممكن يتملس علي. المهم دلوقتي انا اعرفك على شخصيه مهمه جدا، هيساعدك وهيعلمك ازاي تامن نفسك ويسلمك البضاعه وتسلمها له بطريقه سهله جدا. ايوه خواجه، بس انا قلقان، خايف، حاسس انكم كده ممكن تغدروا بيا. نغدر بيك ازاي؟ ده انت الراجل بتاعنا، واللي انت عايزه احنا عايزينه، وهنساعدك في تحقيقه. عايز تاني فلوس؟ هنديك فلوس كتير، وسلاح، سلاح حديث هيضمن لك تبقى الزعيم ويساعدك ترجع الفلوس اللي خدها منكم مناع. ايوه خواجه، كلكم ورجوع الحق لناسكم تاني. اخر حاجه كنت اصدقها ان مناع ياخد لوحده قد ما بتاخد عيلتي كلها.
هو مناع كان بياخد التلت والتلتين بيوزعهم على كل اهل النجعة، عشان كده بقى عنده مصانع ومزارع وبقى في العظمة اللي انت شفتها دي. طب وهنرجع حقنا كيف يا خواجه؟ ما اقدرش اقولك ازاي الا لما اضمن انك تبقى معانا وتنفذ اوامرنا وما تخالفهاش ابدا. انا معاكم يا خواجه، انا معاكم، واحلف لك على كتاب الله ان انا معاكم. جو دخل سينيور لوجاني. مين اسمه الرجل ده؟ كفايه تقول له سينيور. تحت امرك خواجه فريمان. اهلا يا همام. اهلا يا سنيور. اهلا يا سنيور. ازيك؟ الحمد لله يا سنيور. تعال عايز اتفق معاك على حاجه كده. قول. احنا عشان نباشر خطوات الانتاج من اولها لاخرها لازم يكون لنا بيت في النجع، واي حاجه انت عايزها وتحتاجها من فلوس او سلاح هنديها لك. وما تنساش يا همام انك داخل حرب كبيره قوي، الحرب دي لازم تنتهي بنهايه عيله حسان. وانا اضمن لك تبقى الاقوى، بس بشرط اضمنك انت الاول يا همام. ديني يا ابويا علي قتلوا ياسين، قتلوا السود عيني يا ابويا من فوق ظهر الهجين. ابو اغزه ما خدتش بالي انك قاعده هنا. ما حصلش حاجه. شوف انت هتعمل ايه. انا كنت جاي اطمن المزقه فيها ميه. انت ليه ما رحتيش معاهم العزاء؟ وانت مالك؟ حقك علي، اصلهم اول مره يهملوكي وحدك. قلت اطمن. انا ما بحبش البندرين ولا بحب اخد بخاطرهم، اصل هما سبب وقف حالي بالزور. ما تخزنيش في السؤال يعني. انت ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ اصلك حلوه قوي. اصلي بصراحه يعني انا ما شفتش واحده بجمالك قبل سابق. ما تتحشم يا باشمهندس، ولا عشان سمحت لك تتحدث معاي تقوم تجل حياك. انت اول واحده اتكلم معاها من وقت ما جيت هنا، فما تاخذينيش يعني لو طلعت مني كلمه كده ولا كده. صدقي انا كنت نسيت صنف الحريم لحد ما شفتك وانت بتسبحي في المسجد. يا مصيبتي. ما تخافيش، مش هقول لحد. انت كنت متسوس فين؟ اوعاك تقول لي وسط الزرع. متسوس؟ والله ما كان قصدي. اسكت اسكت خالص يا فضيحتي يا فضيحتي. طب اسمعيني. طيب انت قليل الحياه، اوعاك تقرب مني ولا لسانك يخاطب لزعلي. يا بنت الناس قلت لك مش قصدي. قلت لك بعد عني، بعد عني لصرخ وخليهم يقتلوك وانت واقف. قتلوني وانا واقف كيف يعني؟ ايه الغباوه اللي انا فيها دي؟ حد يقول الكلام اللي انا قلته ده؟ نسمة بالله عليك ما تزعليش مني. بعد عني، انا بكرهك. وانا بحبك من وقت ما شفتك وانا ما بنامش. انا حاسس بالذنب ناحيتك، بس بقول يمكن ربنا عمل كده عشان تبقي من نصيبي. ربنا قال لك تغض بصرك مش تتجسس على الناس الامنه. روح يا شيخ الله يسامحك، كشفت سري وفضحتني قدام روحي. نسمة لو طلبت يدك من ابوكي توافقي؟ ما تتعبش نفسك، ابويا مش هيوافق ولا انا هقبل واحد زيك قليل الحياه. وسيبني في حالي. حقك عليا مره تانية. انا قليل الحياه فعلا. ايه اللي انا عملته ده؟ لو قالت لابوها هقف قدامه كيف؟ هحط وشي في وشه كيف؟ انا لم خلقاتي وارحل. طب اروح فين؟
يدبرها ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أول مرة في عمري الكبير أشوف دياب حزنان وبيبكي كيف الحريم. حاسس بذنبه، يقول له المخدرات اللي بياخدوها كان يمكن يحس بيه ويسعفه، لكن ما درش بحاجة. عشان يعرف إنك كنت عاوز صالحهم لما قلت لهم يبطلوا الهم دي. كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه، وكل كبير يتحمل وزر عيلته. انتوا هتقعدوا ليه؟ فيها ايه؟ بيتنا وملناش متوى غيره. بس نسمع هناك في الأرض، وفاكرة إننا هنعاود. قاعدة هناك وحديها؟ قالت مالهاش صالح بعزة نفيسة ولا بالبندرية كلهم، قاعدة تغسل مواعين. مين هناك من رجال يا نجي؟ هناك ولدي بكري وزرزور ورجال اللي بيحرسوا الشونة كلهم. وكم مرق دي؟ مرت وهدان على مرت عمران، قاعدين في الغير. يبقى ما ينفعش تقعد هناك وحديها. شي حد من الرجال يجيبها نجي. حاضر اخوي. انا هدخل اشوف ايه التاكل حكم البيت بقى زي الخرابه، تحتار في الوكل وتحتار في الشرب. شكلك ولفت على هناك يا عديله. ومن يكره راحه البال؟ هتساعديني ولا لا؟ لا. انت ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ اصلك حلوه قوي. اصلي ما شفتش واحده بجمالك قبل سابق. معقول انا لسه جميله وحد رايدني؟ بس ايه الفايده؟ ده غريب عننا، وعمرهم ما يقبلوا وسطيهم. يا ست نسمه، يا ست نسمه، يا ست نسمه. عاوز يا زرزور. افتح الباب يا ست نسمه. كيه الباشا مهندس عمر لامم خلقاته ومصمم يسيبنا ويمشي، ولو سبته يمشي ابوك هيطين عشتي. وانت عاوز نعمل له ايه دلوقتي؟ الا تعملي له ايه؟ انت بنت الكبير وكلمتك ليها عنديه احترام. اقول لي قعد معانا بالعافيه ياك. عطريه شوي عقبال ما تشوف بكر وين. ده لو طلع من هنا مش هنعرف ونعترف فيه. وهو عمر وين دلوقتي؟ طلع على الطريق بخلقاته يشوف عربيه تنقله للمركز. طب روح شوف بكري وانا حصله. تسلم يا ست نسمة، بس امان عليكي تمسكي فيه وتثبتي. احنا من غير نبوص. وينك يا بكري؟ وكمان عاوزني تثبت فيها يا زرزور. إن كنت ماشي علشان خايف أقول لأبويا على اللي حصل منك فما تخافش، مش هقوله. وإن كنت ماشي علشان زهقت فأنت حر، لكن من الواجب إنك تستنى الراجل اللي فتح لك بيته وأرضه. شوف يا بنت الناس، أنا ما حصلش مني حاجة تمسك ولا لمستك ولا قلت لك كلمة عفشة. كنت قلت لك يعني إني شفتك، أنا كتمت اللي شفته. اقفل عن الموضوع ده كأنك ما قلتليش. والله ما كان غرضي أحرجك، أنا كان غرضي أقول يعني يمكن ربنا كشفك لي عشان مكسومالي. أنا ما بطلتش تفكير فيكي بالحلال، قلت لنفسي ليه ما تجوزهاش ما دام معتبريني واحد منكم. قلت الواجب يعني أسألك قبل ما تقدم لك. وبعد ما عرفت حكايتي مع همام البنداري وكيف وقف حالي بالزور؟ أنا متعلم يا نسمة مش جاهل، شفت بنات كتير في الجامعة وفي البندر وعرفت واحدة واثنين، لكن ما حصلش نصيب. وزي ما فوت معرفتهم باحترام فوتهم باحترام. المهم انك محافظة على احترامك. وانت شايف ايه؟ محترمة ولا لا؟ اللي تخجل وتتعصب عشان واحد شافها وهي تسبح في المسجة بخلقاتها تبقى بنت محترمة. النصيبة بعد كده. انت قلت لي انك كنت واقف وسط الزرع، وانا كنت بعصر خلقاتي وسط الزرع. كنت مسطورة وسط الزرع. قول الحق، عينيك بتقول انك بصيت لي. الحق؟ انا عايز اتجوزك بس خفت اكلم ابوك يقول علي قليل الاصل ويطردني. قلت اخدها من قصيرها امشي لحالي. انا هقول لامي، واذا ابويا وافق هشيع لك مرسال. لو كان مناع هنا كنت وسطته بيني وبين ابوك. قولي الاول، اديك عرفت حكايتي، انت ايه حكايتك؟ ليه عازب لحد دلوقتي؟ وليه مهمل ناسك؟ ابوك عارف كل حاجه من اول ما
جيت لو في نصيب اساليه هو يقول لك. بيجي دول اصول يا باشمهندس؟ عاوز تفوتنا وتمشي من غير ما تقول لك كبير؟ ما انا قلت له عيب. وعاوز تفوتنا ليه؟ حد زعلك لا سمح الله؟ لما يجي الكبير حسان هقول له اللي مزعلني، ولو عارف يراضيني هقعد. اكيد هيراضيك، انت غالي علينا قوي. بس قول لي ايه طلباتك يمكن اقدر انا. هو طلب واحد مفيش غيره، يا تعتبروني واحد منكم بحق، يلحق الباقي من عمرك بلد تاني. خبرها فاضل خير. سناجي بعتنا عشان اجيب ست نسمة واوديها للبيت بالعربية، وانت كمان هتيجي معانا؟ لا مش هاجي. انا جاهزة. قولي لابوي انها بايت هنا مع الرجالة وما تجيبش سيران حكايه سوا. انا هبقى اقول مع السلام. مع السلام. روق دمك يا باشمهندس، وانت برضك منين اقول علينا. كيفك يما؟ كيفك يا خال؟ خلصت الوكل؟ اهلا بالعرابه، كيف الدفينه؟ كده يا خاله انا دفينه. لا حيا بزبان. عملت ايه وحدك يا بيه؟ غطست في المسجة مرة تانية؟ لا كنت بغسل لكم المواعين. ولا انا قلبي حاسس ان وراكي حاجة، عينيكي زايغة والكلام بيتحش في حلقك. ايوه، ما انت مش فاضل غير انك تفتحي المندل وتجري الكف ونقول لك يا شيخة عديلة. بتتكلم طوالي يا بنت وتقولي في ايه؟ هقول بس مش عايزة نجورة ولا كلام مصر. قولي بصراحة كده؟ عمر عايز يتجوزك مش كده؟ كده؟ قلت لك بنت الشيخ عديله. مش قلت لك يا وجيده وحياه ابوكي؟ مش قلت لك ان عمر عينه على بنتك؟ وايه اللي عرفك يا بنت انه عينه عليك؟ شافني وانا بغسل المواعين على المسجد وقال لي يعني اذا كنت ارضى بيه ولا لا. بس انا قلت له لا، لا انا ولا ابويا هنرضى. وتنسحبي من لسانك ليه؟ كيف تتكلمي مطرح ابوكي؟ بتقفليها ليه؟ وما دام قفلتيها بتقولي لنا ليه؟ ولا فاكره انه هيطلب التاني؟ لا ما هو عاود وقال لي لو كان ابويا هيعتبره واحد مننا يبقى هيوافق على الجواز، وان ما وافقش يبقى بيعتبره غريب واحسن له انه يهملنا ويمشي. وقلت له ايه؟ انه غريب ولا قريب؟ لا قلت له عيب يمشي من غير اذن الكبير، ولازم يقعد يتكلم معاه راجل لراجل، وانا هوافق على اللي يقول ابويا. وبعدها جه بكري ومسك فيه. مسك فيه كيف؟ اتعاركوا؟ لا مسك فيه قعد. ايه المهم؟ انت عاوزاه ولا لا عشان افتح ابوكي؟ حوشي ياما طوابير العرسان اللي بتتقدم لي. قولي لابويا لو قعد 100 سنه يستنى واحد من العيله علشان يتقدم لي مش هيلاقي الا واحد مرته ميت علشان يخدمه ويخدم عيال، وانا مش ممكن اوافق بكده ابدا. واذا كان واحد مرته ميته وما عندوش عيال؟ لا برضه لا. تبقى انت اللي حكمت بروحك على طلب عمر، لان الباشمهندس بتاعك مرته ماتت مقتوله وجي من بلده هارب من عاره لانه ما عرفش ياخد الطاره. عرفت ليه هو صابر على العيشة المرة وسطينا؟ لأنه ملوش متوى غير هنيه، وما ظنش أبوك هيوافق عليه. ما حدش يعرف قيمتك عند عمي حسان غيري أنا، ويمين الله بعزك معزة ولده مناع. وأنا والله بعتبره في مقام أبويا الله يرحمه. سامحنا يا باشمهندس، أنت مالك شهل؟ في حد في الدنيا مالوش شهل يا بكري؟ لا قصدي يعني عزوة وعيلة زينا كده. كل الصعيد عبارة عن عائلات، بس في عيلة بتبقى قوية ومترابطة وعيلة بتبقى ضعيفة ومتفرقة. قصدك تقول غلابة يعني فقرة؟ كل عيلة فيها الغني والفقير، لكن في أغنياء بيبقوا عاملين زي القرعة يمدوا البرة بيعطفوا على الغريب ويستخسروا في القريب. عندك حق، لولا أن عمي حسان فاتح بيته وأرضنا للعيلة كنا ممكن نتفرج وكل واحد فينا يقول يلا نفسي. أنا من عيلة كبيرة فيها متعلمين كتير وأغنياء كتير، لكن كل واحد على راسه عامل كبير استنى اخوه يقع في نصيبه عشان يشمت فيه ويعايره. عشان كده فوتهم ومش باكي عليهم. انا وقعت في نصيبه، لقيت نفسي وحدي ما حدش سندني. كان قدامي حل من اثنين، يتحمل الذل وعيش هناك يهمل البلد وهج. اخترت الثانيه عشان انساهم وينسوني، لكن لا قدرت انساهم ولا قدرت انسى حق اللي ضايع مني. ولو كنت مشيت دلوقت كنت هبقى يا قاتل يا مقتول. لا حول ولا قوة الا بالله.
حياتك يا راس دياب. حياتك الباقية. سعيكم مشكور، حياتك الباقية. سعيكم مشكور يا اخواننا. ما حدش يجي لكم في حاجة وحشة، سعيكم مشكور. حياتك يا راس دياب. شكرين، سعيكم مشكور. شكرين. سعيكم مشكور. سعيكم مشكور. سعيكم مشكور. العزا قلت تعملوه في مضيفة الناجة. وتجيبوا عجلين على حسابي وتفرقوهم على الغلابة. هو في أغلب من عياله يا ريس دياب؟ لا والله عياله أنا متكفل بيهم، حق في رقبتي. أي حاجة يعزوها أنا ملزم بيها، زيهم زي عيالي وأكتر. عشت يا ريس دياب. عشت يا ريس دياب. عشت يا ريس دياب. خد يا شوقي تجيب العجلين تذبحهم وتفرقهم بنفسك. يلا ربنا يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفيسة تعالي يا نفيسة تعالي. شوف يا بنت عمي، هديك سمعتيني قلت ايه قدام الرجالة، والكلام اللي قلته هعيده تاني قصاد الحريم. تعالي اي حاجة تعوزيها نفيسة انت وعيالك هتوصلك لحد البيت، ولو في اي حاجة فاتتني ما خدتش بالي منها تاجي على هنا، لقيتيها تمد يدك وتاخديها من غير ما تشاوري حد، مش موجودة تنادي على رقية تطلبيها منها بالامر. مش شحاتة. كتر خيرك يا كبير. كبير ايه يا اخي؟ حس ولدي همام في الدنيا ولك منه غايب. هتعمل كبير يا دياب؟ والله انا قلبي وكيني عليه وخايفة ما يعاودش. ما هو لو تريحونا وتقولنا هو راح فين؟ ها؟ وانتوا هتخافوا عليها اكتر من اهله؟ ايه الحديث العفش ده؟ ربنا يجيبه بالسلامة، ما طول عمره همام بيسافر وبيعاود من غير قلق. ما حيت انت عامل فيها كبير يا دياب تبقى عارف ان ولدي مش معاود، ولو ولدي معاودش في ظرف يومين هتبقى انت اللي وضعه. اعوذ بالله، ايه الفعل العفش ده؟ ولدك مسافر ما بقالوش 4 ايام، ودول مش كتير على المشوار اللي هو رايحه. طب قول لي انا راح على وين؟ انا مرته ومعياده ومن حقي نعرف. ما قال لك اسرار شغل انتي بخره ما تشميش. خلاص خلاص خلاص، كلها 4 ايام. لو همام ما عاودش انا هسافله ومش هعاود غير وهو معاي، عشان مرت اخوي ما تفكرش اني عاوز اخد مطرحه. انت بالله يا دياب، ان ولدي معاود سالم غانم لكون محملك دمه، لانك فضت يروح وحديه وانت عارف انه كبير عيلي. ويمين بالله اتحايلت عليها روح وياها، قال لي لا يا ولد اخوي ما سيبكش وحدك اجي وياك. قال لي لا يا عمي، وجودك وياي هيشبهني قدام الحكومه في البندر. بلعت لها انا وسكت. عفوكم بعافيه وكتر خيركم على اللي عملتوه مع جوزي، وكفايه ان خرجت وكانت من بيتكم مش من بيته. كله مقدر ومكتوب يا بنت عمي، واي حاجه تعوزيها زي ما قلت لك عندي. خدي بالك من عيالك، وانت شهدي خد بالك من اخواتك. انت دلوك راجل البيت، اي حاجه تعوزها يا حبيبي تعال لي طوالي. يلا يا عيالي ليكم رب اسمه الكريم. هي لي عيلتنا مسكها الشرطه وعيلي تحسن في سعاده وسرور على طول جانا الهم. الفلوس اتسرقت حيزني. الفلوس اتسرقت يا حيزني يا حيزني. الفلوس اتسرقت يا حسان. تحوشت العمر من الهراء حد يا كبير. راجل يا حيزني يا حيزني شك عمري الهراء يا لازم. تحوشت العمر من الهراء يا حسان. يا اخوي كيف ده حصل يا كبير؟ يا ابني يا بابا اخوي الحقني يا حسان. حسان حسان الحقونا يا ناس. والله ما في حد عملها غير البندريه. يا جماعه السرقه دي اول مره تحصل في بيوتنا. عمر السرقه ما كانت طبع في اهل النجا. لا حصلت قبل سابق، والبندريه نزلوا ارضنا وسرقوا محصولنا. سرقوا من جوعهم، سرقوا عشان ياكلوا، وانا شاهد على عمله همام في عيلته لما عرف بالحكايه. سرقوا من جوعهم وحديت ناصخ جريه مغاوري بتدافع عنهم عشان بقيت زيهم. ما تطلعش العيب يا ناجي،
انا واد عمك وصلب من صلبكم، واللي يجور عليكم يجور علي، واحلف قدامكم جميعا على كتاب الله اني ما اعرف حاجه عن السرقه دي، على طلب بيت ثلاثه ما اعرف حاجه. انتوا هتتعاركوا هنا وابويا بيموت فوق، قوموا ودوه المستشفى. قوم يا شاهين، جهز ركوبه طلعني الاول الاسفلت. روق يا ناجي، ممكن ما يقبلوش ياخدوه منك لما تديهم بطاقتك، حصلت معايا قبل كده وكيف ما رحت كيف ما جيت. خلاص خد عمر وياكم، وانا كمان هاجي معاكم، انا اللي هخدم ابوي. كلنا رايحين معاك. ملهاش لازمه اللمه، ما هياش عركه. البركه في عمر وشاهين وناجي. خلاص انا هروح معاكم، مش هقعد هنا، انا ما اقدرش اهمل ابوي. قطعت جيل يدي وقام الجد لحداني، همي غشيم دايس على وردي وريحاني. قطعت جيل يدي وقام الجد لحداني، همي غشيم دايس على همي غشيم دايس على وردي وريحاني.